انتقل لي نشاهد سوية معرض فوتوغرافي يضم 100 لوحة عبرت أو نقلت واقع طبيعي اللي موجود في كردستان من مدينة سليمانية. تابع تفاصيل مع شيرين بعد نرجع لكم. صباح الخير أهل المدينة، حضرنا اليوم معرض للصور الفوتوغرافية تضم 100 صورة فوتوغرافية تعبر عن كردستان وعن الطبيعة فيها. تعالوا يلا نتعرف عليهم. شنگار زور جوانه و نکانی لبروی یکم واقعین زور جا همو شارکان شته و من بزنم زور به شارکان دو اوش سروش تکان له همو ورزی کتیا یعنی واقعین رسم کان یعنی هنی رسمی تیا یمنا و گنج یعنی لکاتی که آگه لخوی نبود بله منو زور زور جوانن بته بته امی یونانه که زستان پشانه یعنی هنی که بهار پشانه. تقول انه اني طبيعتي احضر، مو دائما اني احضر هذه المعارض لانه بحكم انه اني عندي دوام، وتقول انه اشوف انه اني هاي الصور انه هي جدا جميله لانه هي تعبر عن طبيعه كردستان وانه ماخوذه بصوره طبيعيه بها الاطفال وبها الكبار، واشوف انه هي شيء جميل. بس من بحكمي ويكتشندين برجار بجدار بملا پیشنگایی که آواه بس لیره من جوازی که زور نبینم لگل معرضه که این تراسی رکم هر نفسیش تا یعنی تقلید کراوه تو دائما ایما لاروی او بردامه یه سروش تگرین و من امیده کم که فوتوگرافران در چندو خالبه. تقول انه اني كمصوره فوتوغرافيه اشوف انه هاي لوحات جدا تقليديه وما اشوف بها اي حداثه ولا جديد، ما بها اي شيء جديد، فانه كلها تمثل طبيعه كردستان. اي لا تشيروا يا كوائي بني لاوازا لروي اوي ك فوتو كان زور دوبارن يعني چندين يعني جاري ويا 6 فوتو سيدا كي چوار يعني وكو يكن في وستينا اكر بي مو 2 فوتو داني ك زور زور بقوت بي باشتر لوي 6 فوتو داب. تقول انه حالة الضعف اللي اشوفها باللوحات انه هي متكررة، يعني مثلا انه نلاحظ هناك 6 لوحات 4 منها يجب انه استوجب انه احنا نعلق 6 لوحات فناخذ فقط الـ2 منها اللي ما متكررة، اكون هذا افضل. بس خوش پیشتر سردانی چند پیشانگا و آمشتانه من کردو منو خوام او آنی که ام بینی لپیشانگا کنی ترا زور جیاواز بو که شتی که بینی پیر پیاوی ام پیر جنه دا انیش یان سوال یکر فوتوکانی او بو تو بزید پیاوی بیتو من ام فکریم بو هاد پیشانگا کم او ام پیشانگا بدور بیر لوی که تو بزید بکسا بیتو چونکه انسان لأساسا بور رز گرتن جیراوه دروس کراوه نک با بزید پیا هات نو لبرو ام فکریم بو هات. يقول انه اني جاتني الفكره انه دائما من نروح نزور المعارض نشوف انه الجانب السلبي فقط، اما نشوف الرجل المتسول او المراه المتسوله، فارتئينا انه الزائر لما يجي لمعرضنا يشاهد اللوحات من الناحيه الايجابيه وحتى ياخذ منها متعه، لان الانسان هو خلق للتكريم وليس حتى للمعاناه. كم صوره مشاركه؟ بقياسي بنجابه 75. يقول انه احنا مشاركين ب 100 صوره بقياس 50 في 75. بس خوش وصفه سركوتو من بخير بخير. يعني شغلتين عجبتني في هذا الاستطلاع وهذا المعرض للصور، انه هو يعني المعرض اختص بالاشياء الايجابيه والصور الايجابيه المتفائله حتى ينقلون غير واقع، يعني يقول لك المعارض الاخرى تنقل الواقع السلبي، احنا اختصينا بالموضوع الايجابي. صح. والنقطه الثانيه كلش يعني اثارت انتباهي موضوع المصوره الفوتوغرافيه اللي انطت رايها، هي في نص المعرض وجاي تشوفها لكن انطت رايها هالشكل نتمنى تكون المراه،
انه هي تنطي رايها بدون خوف، قالت انه المعرض تقليدي وبي اشياء معاده وبي اخفاقات. حلو انه هي ما متحت ولا جاملت ولا حاولت انه تكذب على نفسها، وقفت وحكت. يعني نتمنى تكون المراه تنطي رايها بصوت عالي. يعني بس على شيء انه معرض حلو لانه مختلف عن بقيه المعارض اللي نشاهدها احنا عاده. صح. انه كل معرض انه نفوت له نلقى انه بصور يعني بها ماساه تنقل واقع مأساوي للمجتمع اللي دنا نعيش به، حتى انه بالفن التشكيلي حتى باللوحات الرمزيه يكونون رموز تعبر عن معاناه المراه ومعاناه المجتمع اللي هو ذا يحاكي في هذه اللوحه. بس بهذا المعرض شفنا الاشياء الايجابيه الموجوده في كردستان وموجوده ايضا في العراق، اشياء جميله حلوه، ودائما نتمنى ان نشوف الاشياء الايجابيه بدلا عن السلبيه حتى نكون ايجابيين، نفسيتنا تكون ايجابيه. خلي غير تروح الاشياء السلبيه حتى احنا نشوف ان شاء الله تروح. ان شاء الله تروح. خلينا نذكر بطرق التواصل الاجتماعي على الانترنت وصفحه اهل المدينه على الفيسبوك. هذه صفحتنا على الفيسبوك وايضا صفحتنا الرسميه الوحيده على موقع التويتر. ولا تنسون اخبارنا دائما اول باول على صفحاتنا بالمواقع الاجتماعيه ويانا صفحه الفيسبوك الوحيده والرسميه لقناتنا قناه الشرقيه.